السعادة الله يطول عمرك، الإنسان سعيد بيكون في كل شيء، مو في حاجة، سعيد في بيته، سعيد في دوامه، سعيد في سيرته، سعيد في ييته، سعيد في كل أشياء. الإنسان إذا صار سعيد كل شيء بيتصلح عنده. في مركز سعادة كبار المواطنين دائما نحرص على تلبية احتياجاتهم، حتى لو كانت هذه الاحتياجات ما تقع ضمن نطاق خدمة المركز. مركزنا يسعى إلى دمج كبار السن في المجتمع بشكل إيجابي وبشكل صحي. والله أمي شاقولك أنا مستانسة بكم، سلامتكم، سلامة عيالي وصدقاني وخلاني، أنا مستانسة الحمد لله.